أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الشهادة العظيمة وهي أعظم شهادة يشهد بها أهل الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه شهادة شهد الله بها وشهدت بها الملائكة أجمعون وشهد بها أولو العلم الذين بصرهم الله تعالى وعلمهم. وهذه شهادة قسط، شهادة عدل، فالتوحيد معه العدل ولا إله إلا الله معها العدل، كما أن الشرك معه الظلم. وإذ قال لقمان لابنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الشهادة لا إله إلا الله من مات عليها دخل الجنة، ومن مات عليها بشرته الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الشهادة هي الكلمة الطيبة التي جاء ذكرها في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كما أن النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، فكذلك لا إله إلا الله أصلها ثابت في قلب العبد وفرعها في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذه الكلمة من شهد بها فإنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ينال العبد الشاهد بهذه الكلمة الثمار العظيمة في حياته ويوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر كقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، كقولهم: إن الله ثالث ثلاثة
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة الحنظلة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم بين الله تعالى مصير أصحاب الكلمتين فقال يثبت الله الذين آمنوا، وهم أصحاب هذه الكلمة لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وبين أنه يضل الظالمين وهم أصحاب الكلمة الخبيثة. فلا إله إلا الله من قام بها حق القيام عاش في الدنيا سعيدا ومات على حسن الخاتمة وأمن من العذاب في قبره وأمن يوم الفزع الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الكلمة هي كلمة التقوى، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذه الكلمة هي العروة الوثقى، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لكن السؤال، ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى هذه الكلمة؟ معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق في الوجود كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى. فمن عبد الملائكة كفر بالله وأشرك بالله، ومن عبد الأنبياء والرسل أشرك بالله تعالى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فبين الله تعالى في هاتين الآيتين من سورة آل عمران أن دعاء الناس إلى عبادة الملائكة وإلى عبادة الأنبياء من شأن الرسل، وأن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن عبد الجن واستعان بهم وتعامل مع السحرة والكهنة والعرافين يسألهم قضاء الحوائج ورد الضالة والإتيان بالضائعة، يسألهم الانتقام من فلان وفعل كذا وكذا لفلان، فقد كفر بالله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالذي يتعامل بالسحر ومع الجن ويتقرب إليهم نقض هذه الكلمة لا إله إلا الله. الذي يدعي الغيب أنه يعلم ما في النفوس ويعلم الغيب ويعلم أين يوجد الضائع وأين ذهب اللص وأين وأين
كالوداعين والعرافين الذين يقولون فلان يتزوج فلانا وغدا يحدث كذا وكذا، هذا ينقض لا إله إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. من اعتقد في الأموات أنهم يسمعونه إذا دعاهم وأنهم يدركونه إذا لجأ إليهم وأنهم يفرجون عنه الكربات يستغيث بهم يا فلان ويا فلان، هذا نقض لا إله إلا الله. وإن قالها حتى انقطع لسانه فلا تنفعه عند الله تعالى. ينادي الأولياء والشيوخ ويستغيث بهم من دون الله تعالى، والله جل وعلا يقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال سبحانه ومن أضل، لا أحد أضل في السماء ولا في الأرض ولا بينهما ولا تحت الثرى ممن يدعو غير الله تعالى، لا أحد أضل منه ولا البهائم. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل من الأنعام، الأنعام إذا ماتت الشاة وإذا ماتت البقرة وإذا ماتت الناقة وإذا مات الكبش الأقرن وغير الأقرن لا تلجأ بقية الأنعام إلى أموات الأنعام. وهؤلاء بشر من الله تعالى عليهم بالعقول وكرمهم على كثير ممن خلق وفضلهم تفضيلا، ومع هذا يموت الميت منهم فيلجؤون إليه ويطوفون بقبره ويبنون فوق قبره ويلجؤون إليه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم عن السمع لمعزولون أي الجن والشياطين، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فالواجب على العبد أن يشهد هذه الشهادة، فإذا نطقها بلسانه أخرج كل شيء يعتقد فيه، ما يعتقد في الله تعالى أخرجه من قلبه
وجعل عقيدته في الله صحيحة، يلجأ إليه عند الشدائد وفي الرخاء، يسأله قضاء الحوائج، يفر إلى الله سبحانه وتعالى، يحسن الظن به، إن عصاه تاب إليه ورجع، وإن أطاعه انكسر له وخاف منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولا يعلق التمائم والحجبات، قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لا يعلق في الصبيان، لا يعلق هذه التمائم، وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، وبعد: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس اليوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقولون هذا بألسنتهم وهم يجهلون حقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لأحدهم: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: معناها أن الرسول هو رسول. وهذا لا يكفي، حتى يشهد العبد هذه الشهادة الصحيحة الكاملة التامة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها تصديقه فيما أخبر. فمن كذب حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض هذه الشهادة، فتصدقه في جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، فإذا أمر بأمر فلا تجوز مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه وزجر، إذا نهى عن أشياء نهى أن تفعل فلا يجوز لأحد أن يفعلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث لا أكاد أسمع أحدا يتكلم بها، وإلى الله المشتكى: وما ظن هؤلاء الذين يتعلمون العلم ولا يبلغونه، سنن تكاد تندثر لكتمان هؤلاء ولجهل أولئك، واستخفوا بها وكفر أقوام بالله العظيم باستهزائهم بهذه السنن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يشرب الخمر
ويزني ويقتل ويفعل الفواحش خير من الذي يصلي في المسجد ويذكر الله تعالى ويستهزئ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، خير منه، لأن ذلك عاص وهذا مرتد عن دين الإسلام إذا أقيمت عليه الحجة وبين له. سنن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطبقونها ويخالفونه ويسخرون بأهلها. جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حف الشوارب. وفي رواية: أحف الشوارب واعف اللحى. أكثر المسلمين يخالفون هذا الحديث، أكثر المسلمين، دعك من الكافرين، بحجة أن هذه سنة، سنة، وهي والذي رفع السماء، ليست بمجرد سنة وإنما هي واجب من الواجبات، لأنه أمر أمرا. السنة أن يحبب الناس في شيء ولا يأتي الأمر فيه على وجه العزيمة، لكن أن يأمر أمرا، حفوا، حفوا الشوارب، فيحرم على العبد أن يترك شاربه يكثر ولا يحفه، واعفوا اللحى، يحرم عليه أن يأخذ منها شيئا. قال ابن حزم الأندلسي صاحب المحلى قال: هذا للوجوب، يجب شرعا أخذ شيء من الشارب ويجب شرعا ترك اللحى. جاء في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق. حديث يجهله أكثر أهل الأرض، إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني يجوز أن ينزل الإزار إلى قرب الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان اللذان يربطان بين القدم والساق. قال: فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الطبراني رحمه الله تعالى والبيهقي وذكره الذهبي وهو في صحيح الجامع من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، أي الواجب عليه أن يشرب جالسا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، انظر إلى مخالفة الناس لهذه السنن ولهذه الواجبات، في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه، فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما عنه نهى وزجر. رابعا: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يجوز لأحد أن يعبد الله بالبدع، بالأذكار المحدثة، يقومون ويسقطون ويدورون ويضربون الطبول
ويذكرون الله بأذكار ما ذكر بها آدم عليه السلام ربه، ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا داود ولا أيوب ولا يونس ولا إسماعيل ولا رسول الله عليهم جميعا الصلاة والسلام، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا 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 الأئمة الأربعة، وإنما أذكار ناموا وما ذكروا الله عند نومهم، ناموا فجاءتهم الشياطين في منامهم فشرعت لهم تلك الأذكار فقاموا فقالوا رأينا رسول الله في المنام فقال لنا اذكر الله بكذا وكذا. دين قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم، هم لم يكتمل عندهم الدين إلا بعد نوم الشيخ. وإلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم. ثم ختم الحديث فقال وأن عيسى عبد الله، وهذا رد على النصارى الذين غلوا فيه، ورسوله، وهذا رد على اليهود الذين أساءوا إليه، وكلمته ألقاها إلى مريم، وهذا دفاع عن مريم عليه السلام، وروح منه، وهذا بيان لقدرة الله تعالى. والجنة حق وجاءت منصوبة لأنها معطوفة على اسم إن وهي منصوبة، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فيبتعد العبد عن الغلو كما غلا أولئك القوم في عيسى عليه السلام. والغلو اليوم موجود، يقولون أقوالا ما قالها أبو جهل ولا أبو لهب ولا فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال خلقت السماوات. والختمية في كتابهم فيوض البحور المتلاطمة، وفي كتاب النور البراق الختمية طريقة تنتسب إلى الإسلام، قال شيخهم أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا، وقال شيخهم أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، وقال شيخهم الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. أيوب لما دعانا عند بلوته، أيوب قالوا أيوب دعا الختمية، وأين كانت الختمية في زمن أيوب عليه السلام؟ أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. والقادرية كتاب الفيوض الربانية في المآثر والأوراد القادرية، قال شيخهم عن شيخي ذراعي من فوق السماوات كلها، أي غلو يشابه هذا الغلو؟ ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، وأعلم نبات الأرض كم نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة، أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي، وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي، وكنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي، وكنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي، وكنت مع إدريس لما ارتقى العلا
وأسكنته الفردوس أحسن جنتي، وكنت 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 إلى أن قال: أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. أي غلو هذا وأي كفر هذا بالله رب العالمين. وآخر السمانية في كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية قال صاحب الكتاب: حكي أن الشيخ عبد الرحيم المغربي كان جالسا في حلقة فنزل شبح من السماء، فنزل في حلقة الشيخ ثم صعد الشبح، فقال الحاضرون للشيخ: يا شيخ ما هذا الشبح؟ قال: هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فقبل الله شفاعتنا فيه. ملك يعصي الله ويستشفع لله بالشيوخ. أي كذب هذا وأي غلو. ما قاله هو الذي رفع السماء أبو لهب ولا أبو جهل ولا عقبة ابن أبي معيط ولا 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 من صناديد قريش. فالواجب على الناس أن يوحدوا الله وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجتهدوا في طاعة الله وأن يتحرروا من هذه الطرق ومن هذه البدع ومن هذه الشركيات. ويشهد الله المستوي على عرشه أنا بلغنا الناس، أنا بلغناهم. من أراد أن يقتحم جهنم ولظى على بصيرة فله ذلك، من أراد الضلال من أوسع أبوابه فله ذلك. فليتعلق بهؤلاء وليلجأ إليهم، سيأتي يوم يفرون منه ويفر منهم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا، لا تتعلق بشخص، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم إلى آخر الآيات. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.